وزي ما عودناكم كمان بيكون دايما معانا افكار جديده، ودايما بندور على الفكره الجديده المختلفه اللي ممكن تكون بدايه لموضوع كبير او لحكايه مهمه. الحقيقه معانا النهارده عن طريق ابلكيشن زوم الاستاذه سهى شوقي. سهى شوقي هي مديره مدرسه وعملت فكره حلوه قوي علشان تقدر تجذب الاطفال للقراءه، وكمان هي فكره لطيفه جدا بتعتبر مجموعه من القصص البسيطه بابتسامات كبيره بتستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وهنعرف منها اكتر ازاي قدرت ان هي تجذب الاطفال لفكرتها الجديده. مساء الخير استاذه سهى. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وسعيده جدا بفكره حضرتك الجديده وفكرتك البسيطه اللي قدرتي ان انت تحوليها لموضوع مهم والفكره مختلفه جدا. مرسي جدا، انا سعيده جدا بان انا ابقى معاكم النهارده. يا ريت تكلمينا عن فكرتك قصص بسيطه بابتسامات كبيره. انا بحب عموما القصص جدا، وكنت ابتديت ان انا يعني في الدراسه بتاعتي وفي التدريس وكده ان انا احكي قصص للاطفال، ولقيت ان هم بيهتموا جدا لما كمان القصص بتكون موجهه ليهم، يعني لما نعملهم هم ابطال القصه بتفرق معاهم قوي. أيوة. لقيت ان يعني انا كنت جربت ده مع اولادي اصلا في البيت، ولما كمان في التدريس في الكلاس وكده لقيت ان القصص بتحل مشاكل كتير جدا، فلما كمان بتبقى موجهه بيهم ان انا بنعملهم ابطال القصه بيقدروا يشتغلوا على نفسهم على صفات هم محتاجينها، بيلاقوا ان هم نجحوا في القصه ان هم يعملوا حاجه فبيعملوها في الحقيقه، فبتفرق معاهم قوي. فكره انك تعملي القصص بشخصيتهم او تكون الشخصيه بتاعتهم موجوده على القصه وصورتهم موجوده على القصه، ده الحقيقه كان عنصر جذب كبير جدا. اعتقد انه انك نجحتي في انك تجذبي الاطفال للفكره بتاعتك من خلال الموضوع ده. كلميني شويه عن الفكره دي، اولا جات لك منين؟ ثانيا كان تاثيرها ايه على الاطفال؟ اوكي، هو انا يعني انا وانا صغيره كان عندي كتاب بيتكلم، يعني لقيت كتاب كانت مامتي جايباه ان هو بيتكلم عن اول خطوه خطيتها، اول مره ابتسمت اول مره، فلقيت كنت مستمتعه جدا بفكره ان هي حاجه بتحكي عني، يعني كنت مستمتعه جدا بالفكره دي. طبعا ففكرت ان لما يعني قعدت ادور على الكتاب بعد كده ما كنتش عارفه هو فين، بس كنت يعني بقعد افتكره جدا يعني، فقلت ان هو اكيد هتبقى ذكرى حلوه قوي ان انا لو انا عندي قصه كانت بتحكي لي عن الوقت ده وانا صغيره، بتحكي الحاجات اللي انا بحبها، الحاجات اللي بحب ان انا يعني الصفات اللي انا عايزه اشتغل عليها او كده. أيوة. فهي الفكره ابتدت من هنا، قلت طب ما اجرب، وانا اصلا لما كنت بحكي لاولادي قصه واخليهم هم الابطال القصه فكانوا بيبقوا مستمتعين جدا يعني. اكيد اكيد، ابتدت من هنا يعني. أكيد كل طفل حتى على المستوى الأسري بيحب يسمع حكاياته وهو صغير، بيحب يعرف كان عامل إزاي، كان بيعمل إيه، بيحب يسمع قصصه. أعتقد إنها الحقيقة فكرة لطيفة جدا وفي منتهى الذكاء طبعا من حضرتك. خلينا كمان نعرف أكتر منك فكرة الترجمة للقصص، لأنه حضرتك ما اكتفيتيش بإنك تعمليها باللغة العربية بس، إنما كمان عملتي باللغة العربية وكمان عملتي باللغة الإنجليزية، وأعتقد إن دي كمان فكرة في منتهى الذكاء. كلميني شوية عن الموضوع ده. هو انا يعني انا عشان انا اصلا مدرسه انجليزي وبلاقي ان بالعكس يعني الامهات او كده وحابين اكتر قصص باللغه الانجليزيه ماشيه مع مجتمعنا وماشيه مع ثقافتنا وعاداتنا وكده. بالظبط طبعا، لان دلوقتي في طبعا قلق كبير بين ان في حاجات دخيله على مجتمعنا وكده، فطبعا احنا نزود لهم المفردات وننمي اللغه بتاعتهم، بس بحاجه في الدخله في الاخلاقيات بتاعتنا والقيم بتاعتنا، ده كان مهم جدا. أيوة. فاغلب الناس بتطلب حاجات باللغه الانجليزيه علشان ننمي اللغه بتاعتهم وهي تبقى حاجه برضو امنه ليهم يعني. ايوه بالظبط، فبدل ما نلجا لقصص باللغه الانجليزيه لا ليها علاقه لا بعاداتنا ولا بتقاليدنا ولا شبهنا، يكون عندنا بالزبط. قصصنا احنا اللي بنقولها لهم، حتى لو هم عايزينها بالانجلش تكون برضو كمان متوفره ليهم بالانجلش.
بالظبط أنا بالظبط. بشكرك جدا على وجودك معانا، وبحييكي على فكرتك، وبحييكي على المجموعة القصصية الجميلة اللي عملتيها للأطفال. ميرسي أستاذة سهى، شكرا. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي لحضرتك لحضرتك. خالص. ثانك يو. ميرسي.